نبقى مع أخبار الدوري الممتاز، حيث قلب فريق زاخو تأخره بهدف إلى فوز بهدفين على ضيفه الديوانية في المباراة التي جرت بينهما على ملعب زاخو في افتتاح الجولة 19 من الدوري الممتاز بكرة القدم. تقدم الديوانية بالهدف الأول عن طريق اللاعب صباح عواد في الدقيقة 20، وعادل لزاخو اللاعب ستار ياسين في الدقيقة 53 من ضربة جزاء، وبعدها بثلاث دقائق أضاف زاخو الهدف الثاني له وسط أفضلية مطلقة له. وفي لقاء آخر في الجولة ذاتها تغلب أمانة بغداد على فريق الطلبة بهدف نظيف حمل توقيع اللاعب ياسر عبد المحسن في الدقيقة 11، ورفع الفوز رصيد أمانة بغداد إلى 26 نقطة، في حين بقي رصيد الطلبة 26 نقطة أيضاً.